مسؤولين كسر هذا وزارة وحبرشة يسأنس كسومالي لأن هو قامين يو دميها قبل كابري وزارة وحبرشة حسين عويل فوض عده يو حبنا كسر هذا أورك جارودي أي وح أي كورتي مسؤولين توزارة وحبرشة دكسي هصدحه مناسبة نلقو قبتي إسكول كا ديجان كاسي مسؤولين توزارة وحبرشة يضد كا ديجان كو أي تلمامين إن باهم هيما لوق بي إسكول كان مسؤولين تالكاسي كهذا شينا وهذا اللي دودي كم يدها إن وحنا قط لقى لأنه مركب وردين قرآن كلو قديقه بلس إن دي عروتي واحد قاعد وقت جوا حبرشة سيدا درت قال إن ما دقي لاسي دقه قال إن لورد جم مرتين دم ديني أيانو أنا جم مرتين تحسن كده دالي وحنا قعد سنة وزير ده حبرشة إيه وزير كده إلهي إذا كي إن أنا جلو ركتان حل كان علوس ده حل كي قرن ومرتين ده تو كوردين شريعة ما أنت سوحة نصعنا صدق لنقل مركه هرم ملعمد اللهو تلاج جلي وما أنت عن دوني إنه إن إسكولهان لودي وانجليو وسارد وحبرشدو أي إسكولهان أنت يودي وانجليسو قال لك الدمبنا لأن ملعمد دي أي أهاتو مركه أنت أسبا ما أنت نصعنا سار نوقع بشين أدبو مهتسنتي هي كهولانين إن وحلاه لا لا أما هنغطي سكول أما وحبرشو قاب وحبرشو إما كنا وحن دونينا سيدي هربا ديغان كوش هاي إن الوسارة دكوري تشنوب الوسارة دو خل كيدي كافي كيدا قاعدو أنا قونا كو غرب استاغنو وحيان كو كابي كارينو كو كابنو كديغانا وحنا كرسونو وين كو قبا الهونات سموريت سومال لاند مدن المسبي حدي إيه حكومة دو هقامين يحسب يكون ميوكو عبتر ستاوا إنا يكاقو أنت هاي إن دلك السومال لان وحبرشاديس لهارو مريو ودوك تينو دوك سيكستا وهو صدحة وحار ديجيس اللي سيبو جيب اللي سي إن شاء الله إذن كنا اسمه ونأكسنا إن شاء الله وإذن هل دون تان باهدين نوال التبوري دونا قران كنا حل قارو سكين ساري دونا مادام أوش قضية دو أيت هاي أرضي يشدي وحلوبر لها إن أي هل كان جوغان أرضي آدي آدو فربضان sidii aan markii horena xogta ku haynay ee marar far badan ee dad xogaal ho mutadawiciina oo hore idin ku yimid ay noo soo gudbinayeen ay noo soo gudbinayeen xafiisyada oo ah tamaanta na keentay sharaf bay noo tahay inaan maanta indhahayaga ku aragno ee xaaladii dhabta ahayd iyo ardaydii nala sheegay iyo tiradii ardayda oo aanu arkayna in intan oo kaliya intii magaalada gudaheeda yaa leeyihiin sababta keentay inay tiradan ardaydu ay aad ka far badatay wax weeyaan xoolihii oo inaga dhamaaday iskuulka magaciisa maanta aan diwaan gelinayna macallimiintii maanta aan qoranayna maanta ayuu ka mid yahay dugsiyada hoos yimaada wasaaradda waxbarashada ee degmada Sabowanaag waxaanu u baahanahay in sidii aydin markii horeba gacanta ugu hayseen iyo si aad iyo aad uga fiican inaad gacmaha ugu haysaan waanan idinka mahadcelinaynaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa Maxamed Xuseen Channel Star TV Geysa